بطبيعة الحال يأتي تنظيم هذا اللقاء العلمي وهو اليوم الدراسي العلمي بناء على ميثاق الاستثمار الذي تم التصويت عليه مؤخرا بالبرلمان المغربي. وبطبيعة الحال هذا الميثاق يحاول أن يجدد في ميكانيزمات وآليات الاستثمار بالمغرب. الآن ارتأينا نحن في مختبر الأداء الاقتصادي واللوجيستيك بيرفورمانس ايكونوميك لوجيستيك أن ننظم يوما دراسيا علميا حول هذا الميثاق الجديد. بالطبع نحن الآن في بداية اليوم الدراسي ونحن الآن نناقش بعض الجوانب المرتبطة بهذا الميثاق. حسب ما استمعنا إليه من مداخلات في الصبيحة ولازالت هناك مداخلة ستكون في المساء، هذه المداخلة بطبيعة الحال أفرزت مجموعة من الأمور ينبغي الانتباه إليها على الأقل في النصوص التنظيمية التي ستنظم هذا القانون، من قبيل مثلا التركيز على 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 عقليات الاستثمار. تركيز على عقلية الاستثمار بمعنى أن الغرض ليس هو وضع فقط قوانين منظمة لعمل الاستثمار بقدر ما ينبغي التوجه نحو سلوك هذا المستثمر وسلوك الذي يمول هذا المستثمر، لأنه ما هو يعني موجود بقوة هو ذاك الاستثمار العقاري فقط في العقارات إلى غير ذلك، في حين أن هناك مجالات أخرى حيوية ينبغي التوجه إلى. إذن قانون هذا القانون ديال الاستثمار أو ميثاق الاستثمار ينبغي له أن يواكب هذه المواد القانونية التي هي طموحة بطبيعة الحال وتحمل مجموعة من الإيجابيات للمستثمر سواء كان مغربيا أو أجنبيا، تحمل مجموعة الإيجابيات. هذه الإيجابيات ينبغي مرافقتها بمجموعة من المهارات إن صح التعبير، مهارات استثمارية التي تؤدي في آخر المطاف إلى نجاعة استثمارية، بمعنى أنه إذا كان هناك ضخ مبالغ كثيرة وضخمة من أجل الاستثمار لابد أن تكون هناك مخرجات أضخم من هذه المبالغ الاستثمارية. إذن كما قلت نحن لازلنا في بداية اليوم الدراسي العلمي، وهذا ما قلته الآن هو يعتبر فقط بعض النقاط التي التقطتها من مداخلات السادة الأساتذة في الصبيحة. سنستمر بعد ذلك في الفترة الثانية، وبعد ذلك سنستخرج توصيات خاصة بهذا الميثاق يمكن أن نعممها على الجميع قصد الاستفادة منها وتعميمها أيضا على كل من له علاقة بالموضوع بشكل مباشر أو غير مباشر. اليوم حضرنا لواحد ندوة علمية قاموا بها الإخوان ديال الشعبة الاقتصاد تحت عنوان لا شارت دانفيستيسمون كي لوفي بور لو ديفلوبمون. هذا الموضوع بطبيعة الحال جدي وجيد. جدي لماذا؟ لأنه يتعلق بواقع اقتصادي في المغرب. هو طلعنا على المقتضيات ديال هذاك لاشارت اللي هو تتعلق بالانفيستيسمون، قانون متكامل، قانون أقل ما يقال عنه أنه يليق برفع كرافعة للاقتصاد الوطني، ولكن هناك معطيات موضوعية يجب أخذها بالاعتبار حتى يكون هناك تكامل بالواقع وبين القانون، لأنه القانون يجب أن يتبع الواقع والواقع يجب أن يتبع القانون. هناك معطيات كما قلت موضوعية يجب أخذها بالاعتبار تتعلق بثقافة المدخر، ثقافة صاحب الادخار، ثقافة المغاربة بصفة عامة التي تعطي أهمية للملكية العقارية أكثر من ملكية المنقول، وهذا فيه ما فيه. النقطة الثانية تتعلق بطلب تمويل، ومن تنقل طلب تمويل أي مكونات الاقتصاد الوطني اللي هي المقاولات والشركات. هناك معطيات أساسية يجب أخذها بعين الاعتبار. هناك معطى أساسي أولا التي تتعلق بكون طبيعة المقاولة في المغرب. أغلبية المقاولات في المغرب هي عبارة عن مقاولة عائلية، ومن تنقل مقاولة عائلية معناها أن مقاولة مغلقة، ومن تنقول مقاولة مغلقة معناها أنها لن تدخل إلى سوق التمويل اللي تتعلق فيه بالسوق المالي وتنقصد به البورصة، وإنما سوف تتجه إلى التمويل البنكي.
وملي تنقولوا التمويل البنكي في نسب الفائدة العالية من جهة، ومن جهة أخرى هناك وضعية غير سالمة، وأنه تنوجد هذه المقاولة هي مقاولة الاعتماد فيها على رأس المال مزيان، هي مقاولة مالية، ولكن تنوجد في أنه البنوك تطلب في قروضها لهذه المقاولات تطلب ضمانات شخصية اللي خصو يقدمها رئيس المقاولة، وهذا فيه ما فيه. المهم ما يمكن قوله على هذا القانون أنه قانون متكامل، يجب أن يأخذ بعين الاعتبار بطبيعة الحال ما هو في الواقع وهكذا.